السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ دلوقتي بقى احنا هنعمل الفراخ الشامور وطاجن البطاطس زي ما انتوا طلبتوا مني اللي كان في التحدي. انا عندي فرختين شامور صغيرين اهم بلدي تربية بيت، وعندي حبة كمون وفلفل اسمر وملح وبصلاية كبيرة انا مقطعاها. هاخد ده كله كده وادعكم مع بعض حلو بيدي كده، اعمله جامد جامد بايدي كده، اخليه ايه كله ياخد من بعضه يشرب من بعضه، والبصله تفك كده خالص. انا مقدره الفلفل الاسمر والكمون عشان ريحه الفراخ، انا مش عامله مرته، انا عامله بس ايه تديها ريحه وطعم بس كده. بروح اخده حبه في قلب الفرخه دي وزيهم هنا كده. ده بقى انا قسمت البصل في الفرختين، هدعك قوي جوه البصل كده في قلبها كده، ولو نزل تحت الجلد برضو كده بايدي اهو. ده كله بيطعم الفرخه معايا اهو، شايفين كده؟ واروح مكتفه الفرخه، شايفين؟ بجيب رجلي كده اهو ورجل كده، وهعمل التانية بنفس الطريقة اهو. تبلت حلو وافتح من هنا وادخل واروح مكتفة كده، ونروح بقى على النار نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى انا عندي مية بتغلي على النار، هحط بصلية صغيرة عشان انا مش عايزاها كبيرة، لاني حاطة بصل في قلب الفراخ، ورق لوري، فلفل ابيض، فصين مستكة، كبابة صيني حوالي 4 وحدات، وحوالي 5 6 فصوص حبهان انا فاتحة بالسكينة. هنزل على المية، المية بتغلي، هنزل بالفراخ كده، معلش انا بصور بايد وبعمل بايد اهو. نزلت بالفراخ، هسيبها بقى ايه تغلي كام غلوه واوطي عليها لغايه ما تستوي، اكون بجهز في حاجه البطاطس كده. بتغلي اهي، اي حاجه بقى مطلعاها كده ريم او اي حاجه هشيله كده اهو، واسيبها تغلي كام غلوه وبعدين ايه ارجع لكم تاني لما تغلي وتستوي. وانا بعمل الطاجن هوريكم هنعمله ازاي. دلوقتي بقى احنا هنعمل طاجن البطاطس. انا عندي طماطم عصرها وبطاطس مقطعاها شرايح كده اهي، انا مبحبهاش تخينه، وبصلتين وسط مقطعاهم برضو شرايح كده، وتوم، التوم حسب الرغبه، بس هي البطاطس يعني التوم بيبقى فيها جميل، وملح وبابريكا وفلفل اسمر وسنه مش شطه، الشطه اللي عندي مش شطه جامد، اللي عايز يزود هحط له في الطاجن بتاعه. اول حاجه هعملها هحط التوابل دي على البصل كلها اهو، واحط ثوم كده، واعمل ده كله بايدي حلو قوي كده، كده انا دعكته بايدي كويس قوي. هجيب بقى الطواجن بتاعتي اهو، انا هعمل 4، هقسم فيها البصل كده، هقسمه بالتساوي كده. كده انا قسمت البصل، هقسم البطاطس برضو كده، هكمل بقى تقسيم البطاطس عشان ما اطولش عليه. كده انا قسمت البطاطس بايدي بقى واقلب كله في بعضه كده 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 كده. لو عايزه تعمليه كله في طاجن كبير اعمليه في طاجن واحد، ما تدوخيش نفسك، بس انا بحب اعمل كل واحد الطاجن بتاعه، لان انا اصلا بغرف لكل واحد الطبق بتاعه، فكده بيبقى اريح لي، عشان كده انا جايبه الطواجن الصغيره دي، عندي الكبير بس انا بحب اعمل لكل واحد كده احسن. وبعدين احط الطماطم
كده. هقوم بقى اجيب حبة شوربة من على الفراخ وارجع احط شوربة عليها. بصوا بقى انا جبت الشوربة اهي، هحط بقى ايه كده. طبعا انا عايزة اقول لكم من ساعة ما بدأت اعمل الطاجن وانا مولعة الفرن، يعني اول ما بدأت في الشغل ده وانا بعمله معاكم مولعة الفرن ومعلياه كده. طبعا لما اعمل كده الشوربة هتنزل، مش هيبقى مليان اهو، شايفين كده كده كله في بعضه. دلوقتي انا قلبت الطواجن حلو، هحط على كل طاجن سنه من الزيت كده ادخل الزيت فيه. دلوقتي بقى انا هقفل الطاجن بالورق الحراري، وزي ما قلت لكم انا مولعه الفرن كده. انا بقى هحطه ايه على ارضيه الفرن وانا مشغلاه كده 10 دقايق بس يغلي. اول ما يغلي، مش 10 دقايق حسب فرنك، اول ما يبتدي يغلي غلوتين تروحي مطلعه على الشبكه لغايه ما يستوي، وان شاء الله يبقى احلى طاجن. هوريه لكم برده لما يستوي، وهو سواء لو عرفت اوريه لكم اوريه لكم برده كده. انا هدخله الفرن بقى. دلوقتي الفراخ دخلت للسوى، هحط لها الملح عشان بعد كده نعمل شوربة لسان العصفور. هغطي عليها تاخد غلوتين واطفي. دلوقتي بقى انا طلعت الفراخ اهو من الشوربة، هنعمل لسان العصفور. دلوقتي بقى انا عندي ايه حوالي نص معلقة سمنة على النار بلدي اهي، هسيبها تسيح اهي. هنزل بقى بلسان العصفور، مش هكتر كده، واقلبها بقى. هفضل اقلب فيها لغايه ايه ما تتحمر كلها، تاخد لون واحد. هفضل كده اقلب، مش هسيب ايدي منها عشان ما تبقاش واحده متحمره قوي وواحده مش متحمره. والشوربه عندي بتاعت الفراخ لسه سخنه على النار، ما اقولوش كوش بقى على ريحه الاكل، يجنن يجنن، نفسي تدوقوا وتشموا معايا. بصراحة أكلة جميلة، أنا أصلا من عشاق البطاطس اللي هي الصينية طاجن. أقلب فيه كده، بدأ أهو. عايزة أقول لكم إحنا لو ما اديناش المكرونة حقها في التحمير، يعني نخليها محمرة حلو ومش محروقة، هتبقى عاملة زي النشا في الشوربة، وهتقل الشوربة وتخليها مش حلوة. فإحنا هنخليها محمرة حلو وفي نفس الوقت مش محروقه كده. هي لسه عايزه مني شويه، اقلب فيها برده كده اهي، وصلت للون اللي انا عايزاه. انا عايزه اقول لكم ان هي في الحقيقه يمكن اغمق درجه شايفين. هنزل بقى على الشوربه، لما اجي انزل بلسان العصفور على الشوربه شايفين درجتها. هنزل سنه كده عشان ما تفورش. انا المفروض بالمقليه، بس انا مش عارفه عشان ايد بصور بيها وايد بشتغل بيها، فانا هحطها وارجع لكم كده بقى. انا هسيبها اهي تغلي غلوتين ثلاثه بالظبط، وهطفي عليها تستوي بقى براحتها. انا هوطي عليها دلوقتي، هديها 5 دقايق على النار وتطفي عشان ما تنفش منك قوي وتبقى مش حلوه. اهي الشوربه سخنه وبتغلي، وطيت عليها وهسيبها 5 دقايق واطفي. شايفين الطاجن بعد ربع ساعة في الفرن، هحطه بقى هنقله على الشبكة. هو سخن قوي وبدأ يغلي، فانا هنقله بقى من فوق يستوي على ما بقى. الطاجن اهو فاضل له حوالي ايه، هو استوى خالص، فانا شلت من عليه الورق الحراري وهسيبه في الفرن من غير ورق عشان ياخد الوش لون، واللون ده حسب ما انت عايزه. هو كده استوى، هسيبه بس ياخد اللون بتاعه. دلوقتي انا ولعت الزيت على النار عشان احمر الفراخ. انا مش هعمل حاجة في الفراخ اكتر من اني هاخدها زي ما هي كده اهي، احطها في الزيت تمام، احمرها من كل ناحية وارجع بقى اوريكم الاكل وهو مغروس ان شاء الله.
دلوقتي اكلنا اهو بعد ما خلص الفراخ بعد ما حمرتها والبطاطس، هقرب لكم على حاجة حاجة تشوفوها اهو. والرز طبعا انا عملته كلنا بنعمله، وشوربة لسان العصفور. انا عايزة اوريكم البطاطس زبدة، شايفين عاملة ازاي مستوية خالص ازاي اهي، شايفين حاجة كده ملهاش حل. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يا رب كل اللي يشوف فيديوهاتي يشترك يشترك يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.